السلام عليكم، رمضان كريم، ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا، يتبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله يا ربي، واللي مريض ربي يشافيه واللي مات ربي يرحمه. اذا الوصفه تاع نهار اليوم قررت اني ندير لكم باذنجان محشي بواحد الطريقه يجي بزاف شباب ويجي بزاف بنين. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ هنا ماذا بك تشري هذاك الباذنجان الصغير، يعني شوفوا الحبه تجي صغيره وطويله، يعني ما تجيش عريضه بزاف. انا اليوم راح ندير قيس 3 حبات فقط، ولا على حسب ما تحبي تقدري ديري مام حبيبه واحده فقط اللي كانت العائله صغيره. اذا واش ندير؟ اول حاجه نحكم الحبه تاع الباذنجان، نقطع لها الجزء الفوقاني مع الجزء التحتاني، راح نخليه بقشور الباذنجان. راح نحتاج معاهم هادو اعواد الشواء هادو، وندخلو في الوسط، وسط بالضبط ندخلو ونخرجو من جهة اللي ملهيه. نجرب كيفاش نديرو يعني في الوسط بهذه الطريقة. من بعد واش ندير؟ نبدا نقطع فيه دوائر. شوف كيفاش نبدا، إذا باش تلاحظوا معايا مليح. بسم الله. إذا وشكون اللي راح يعني يحبس لي التقطع؟ هو العود تاع الشواء. ونهبط على شكل حلزون بهذه الطريقة. من بعد لاحظوا الشكل اللي نتحصلوا عليه. إذا ها هو الشكل اللي نتحصلنا عليه، لاحظوا معايا شكل حلزوني. إذا نكمل الحبات الزوج اللي بقاو لي بنفس الطريقة. بعد ما كملت الحبه تاوعي في ثلاثه، نقصت فقط من داك العود الشواء لانه طويل بزاف. هنا نجيب الماء، كميه تاع الماء، وندير فيه كميه تاع الملح، تكون يعني كميه مليحه تاع الملح. علاش؟ باش نحط فيه هذاك الباذنجان. علاش ندير الباذنجان في الماء والملح؟ باش يعني كي نقلوه ما يشربناش الماء بزاف، وتنقصنا هذيك المروريه تاعو. انا باش ندير هنا، ندير طبق عليهم باش يدخلوا لنا في الماء. اذا نتقلهم بحاجه ونخليهم حوالي على الاقل، على الاقل نخليهم ساعه، نص ساعه، ساعه ونرجع لهم. بعد ما خليت هذاك الباذنجان تاعي يعني في الماء، ها هو شوف الكحوليه تلقاها لنا في الماء، هنا يروح لنا هذيك المروريه تاعو، وكي نقليه ما يشربليش الماء بزاف. اذا نصفيه ونكملوا الوصفه. الحشو تاعو راح نحتاج كميه تاع لافيون داشي، شويه تاع المعدس مقطع رقيق. عندي هنا راح نستعمل الثوم فقط، هذا الفص كبير، اذا هذا الفص مش راح نديرو. اذا كان صغير طبيعه الحال ديري زوج فصوص تاع الثوم. ولا الوصفه تاع اليوم راح نديرها غير بالثوم. اذا ها هو معنا، ندير معاهم حوالي زوج مغارف كبار تاع الفارينه. ما كانت مش واجده تقدري نزيد له هنايا شويه تاع فلفل الكحل، وندير له كميه تاع الملح. واش هو الدور تاع الفرينه في هنا؟ الدور تاعو انه يخلي لنا هذاك اللحم تاعنا يعني يجينا طري، ما يجيناش يابس. نخلطو مليح حتى ينسجم لنا كامل المقادير اللي عندنا. من بعد نحكم هذاك الباذنجان ونبدا نعمر فيه في هذوك الفتوحات. ندير لافيون داشي، ندخلها يعني على الاقل باش يبقى يبان، يعني راني حبيتو داك لافيون داشي يبان. على هذا درنا الكيردون باش نمشو هذوك الفتحات وحنا نعمرو. اذا هنا نعمر ونبقى هابطه. اذا ها هي الحبه تاع الباذنجان تاعنا بعد ما عمرتها، رغم انها حبه صغيره يعني كي تعمريها راح تكبر. يعني شوفوا كيفاش تولي لنا. ها هي الحبه الاولى، كمل نعمر الحبات اللي عندي. بعد ما كملت عمرت الحبه تاوعي في ثلاثه، يعني عرفتي برك يعني كيفاش تقسمي هذيك لافيون داشي تاعك باش تكفيك. انا شي تقيس 50 فيون داشي كفاتني في هذه الحبات. ندير المقله تسخن ونقلوه، نحطهم في المقله يتقلاو، نقلبهم على كامل الجوانب يتقلاو لنا كامل صاير داير. اذا ندورو الجهه الاخرى،
يعني غير بشويه ندوره حتى نحمروه من كامل جوانب. هذوك اللي فيه خضره راح يساعدونا بزاف باش نحافظوا على الحبه. دابا ندور الحبه تاعها هنا. فقط حبيت نوريكم يعني الطريقه كيفاش ترجدوا. اروح لهنا ل هذاك العود الشواء هذا، نعبض عليه منا ومنا من الجوانب ونرجدوا بهالطريقه. من بعد ما قليت هذاك الباذنجان ندوزو لاصوص طوماط اللي راح نجهزها. راح نحتاج معها معدنوس، حبه تاع طوماطيش مسكرفجه على حسب الكميه تاع الباذنجان. عندي هنا طوماطيش مصبره وعندي فص تاع ثوم كبير، الا كان صغير ديري زوج ثلاثه. في نفس المقله نحيد هذاك الزيت الزياده، نسكرفج هذاك فص تاع الثوم، نقصو الماء لانه النار راهي سخونه، المقله تاعنا راهي واجده. ندير عليها مغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره، يعني دائما طماطم مصبرة اذا نديرها تتقلى مع الثوم. ما تخافوش على الثوم باش راح يتحرق، غير ديري له طماطيش هو راح يحافظ لك على الثوم. اذا نقليها مليح، كي تشوفي هذيك طماطيش تقلات نزيد عليهم طماطيش مسكرفجة عفوا. إذا راهم يتقلى ندير لهم التوابل، ما راح ندير ولا شيء، ندير غير الثوم فلفل الكحل والملح فقط. هذا واش راح ندير في الوصفه تاع نهار اليوم. انا ما نحبش نكثر بزاف التوابل ما نكذبش عليكم. تقدري ديري شويه تاع الكمون الا حبيتي الكمون، تقدري ديري كميه. ندير عليهم شويه تاع المعدنوس ونخلي شويه نزين به، ندير شويه تاع الملح. اذا نخلطهم شويه، نخليهم يتقلاو شويه. من بعد ما تقلات شويه نزيد لها شويه تاع الماء على هذاك الطبسي تاع الطوماطيش، نخليها تغلي حوالي 5 دقائق ونطفي عليها. راني حابه شويه لاصوص، مانيش حابه تكون ناشفه بزاف. ونرجع لكم من بعد ما وجدت لاصوص تاعنا. اذا نفرخها في هذاك المول تاع اللي يدخل الكوشه، اذا نفرخها كامله. من بعد نحط هذاك الباذنجان اللي كنا حشيناه. الطريقه كيفاش نرفدوه نفس الطريقه كيفاش رفدناه من المقله. اذا ديري زوج فراشط وتزيري به وترفديه هكذا باش يعني نتجنبوا انه يتفتح لنا. نحطهم في ثلاثه، يعني ديري المول اللي يرفد لك هذاك الباذنجان اللي جهزناه مع بعض. اذا بهذه الطريقه نسقمهم مليح لهنا. بعد واش ندير؟ نحكم شويه من هذاك لاصوص تاعنا اللي درناها وندير على الوجه تاعو كامل. بعد ما كملت لهم شويه لاصوص على الوجه هكذا باش ما يجيناش ناشف، نغلفو بالبابي بابي الومنيوم، ولا عندك هذوك الليمون اللي عندهم الغلاق تاعهم يعني احسن، وندخلو للفرن على 190 درجه، يعني حوالي نص ساعة فقط ونخرجوا، يعني تجمرنا فقط شوية ونخرجوا ونعاود نرجع لكم. الوصفة تاع نهار اليوم ها هي معنا، هذا خرجته من الطبخ. إذا ها هو معنا تجمر، باذنجان زاد طابنا، جا واحد الريحة روعة روعة روعة. الآن واش ندير؟ نحي هذوك الكيغدون اللي درتهم، هذوك العواد الشواء هذوك نحوهم. كي تجي حتقدمي لو بلا تاعك يعني ولا نحيهم منا نديرهم في طبق التقديم باش تنحي. انا حنقدمو في هذا المول هذا. اذا نحو هذوك عواد الشواء وها هو معنا داك الباذنجان. شوف كيفاش جا رائع، زاد طاب، راه طايب زبده مع هذيك لاصوص طوماط زاد تلقط معاه، روعه روعه روعه. نزينو بشويه تاع المعدنوس. جربي الوصفة بالصحة فطورك، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.